السلام عليكم ورحمة الله. بعد شهور من الإعداد وجولات الاستقطاب، احتضنت المكلا أخيراً مؤتمر حضرموت الذي كان يفترض أن يكون جامعاً لولا ظهور أصوات حضرمية بحتة على رأسها مكونات مدنية وأصحاب رؤوس أموال بارزين يتحدثون عن خلل في التحضير ومن ثم التنفيذ. الانتقادات في أغلبها للمؤتمر تبدو فنية، مع شيء من الملاحظات على بعض النقاط الأربعين التي خلص إليها المؤتمرون. الرسالة الأهم للمؤتمر الحضرمي هي أنه خطوة عملية نحو مشروع الأقلمة الذي يعتبر من أهم مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتجسيد فعلي مبدئي للدولة الاتحادية. بحسب محللين، فإن الحضارم نجحوا في تحريك المياه الراكدة لمشروع الأقلمة الذي كان قد تحلحل باجتماعات محدودة لقيادات إقليمي سبأ وتهامة. في هذه الحلقة من بين قوسين نناقش إيجابيات مؤتمر حضرموت ونتوقف مع بعض الملاحظات والانتقادات. في بداية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر السكايب من القاهرة رئيس منتدى حضرموت أبو بكر باذيب، وعبر الهاتف من المكلا رئيس اللجنة السياسية لمؤتمر حضرموت الجامع الأستاذ علي الكثيري، وكذلك عبر الهاتف من جدة رجل الأعمال طارق بن محفوظ، وسيكون معنا وكيل محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش. قبل النقاش فاصل قصير. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وابدا هذه الحلقة مع الأستاذ أبو بكر باذيب عبر السكايب من القاهرة. مساء الخير أستاذ أبو بكر. مساء النور، أهلا وسهلا بك وبضيوفك الأجلاء الأكارم. مرحبا بك أستاذ أبو بكر. في البداية، أهم المآخذ وأيضا الانتقادات التي سمعتموها ولاحظتموها لمؤتمر حضرموت الجامع، هل تعتقد بأنها صحيحة؟ هل تعتقد بأنها ربما مبالغ فيها؟ بطبيعة الحال، أن تجمع في هذا الظرف السياسي الصعب وفي هذه الفوضى التي تمر بها الجمهورية اليمنية، أن تستطيع أن تجمع المئات، عدد يصل إلى 3000 شخص، تمام، تستطيع أن تجمع أطياف سياسية واجتماعية وقبلية مختلفة، بطبيعة الحال من الطبيعي أن يشوبه شيء من الملاحظات ومن السلبيات ومن الخلل. لكن الهدف الرئيسي في مثل هذه الأمور أن تستطيع أن تتقدم خطوات إلى الأمام، تستطيع أن تجمع المجتمع الحضرمي بطبيعة الحال، تستطيع أن تخلق حالة من التوافق الاجتماعي والقبلي والسياسي في محافظة تعد الأهم والأكبر والأعلى والأكبر مساحة والأغنى ثروة. هذه المعطيات كلها في تقديري الشخصي، أيا كانت الملاحظات، أيا كانت السلبيات، أيا كانت المآخذ فنية كما ذكر تقريرك في بداية كلامك أو غير فنية، في تقديري الشخصي كلها يمكن الأخذ والعطاء فيها. والقائمين على المؤتمر تحدثوا أنه أن أنه 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 لجان المؤتمر ومجاميع المؤتمر ستستوعب أي ملاحظات، ستستوعب من لم يتم استيعابهم. ولكن في تقديري الشخصي، أن تخطو خطوة إلى الأمام، أن تنعزل عن الفوضى المحيطة بك التي يعني تغرق فيها معظم المحافظات اليمنية، أنا في تقديري الشخصي هذه خطوة مهمة جدا، يمكن أن تكون قدوة للأقاليم أو للمحافظات الأخرى، ممكن أن تكون رسالة إيجابية للإقليم الذي في الجزيرة العربية، يمكن تكون رسالة إيجابية لمختلف الأطياف السياسية في حضرموت وفي اليمن. نعم أستاذ أبو بكر، ولكن هناك ربما البعض يقول بأنها خطوة انفرادية بعيدا عن ما حدده مؤتمر الحوار الوطني، بأن هذا الإقليم سيكون يعني مع شبوة، مع المهرة، مع سقطرة، وما بدأ في المؤتمر هو الدعوة والمطالبة بإقليم حضرمي بجغرافيا حضرموت بالتحديد. شوف، حتى لا نرتكب الخطأ الذي ارتكبوه يعني الإخوة في محافظات شمالية مختلفة، نعم، لابد أن تكون هناك قناعات لأبناء المحافظات وأعيان المحافظات ووجهاء المحافظات بالانطواء تحت الأقاليم الموجودة، حتى أن أخلق حالة من الإيجابية يمكن أن تنعكس مستقبلا في تطوير هذا الإقليم وفي 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 نضوجه على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني على سبيل المثال. ولكن أنا في تقديري الشخصي أن هناك يعني قبل الانقلاب الحوثيين وغزوهم للعاصمة صنعاء، تمام، كان هناك الحديث حول تشكيل لجان لإعادة النظر في الأقاليم نظرا للملاحظات التي وضعوها كانوا حينها بعض الأطياف السياسية التي انقلبت على كل العملية السياسية في اليمن. وبالتالي بطبيعة الحال هناك يعني هناك مجموعة من الخيارات المطروحة. بطبيعة الحال إذا أبناء محافظة مهرة، إذا أبناء محافظة
سقطرى، إذا أبناء محافظة شبوة رأوا أنه من صالحهم من على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى التكتيكي أن ينضموا لإقليم حضرموت، وبالتالي أنا أعتقد الجميع مرحب به في إطار وحدة متكاملة على مستوى الإقليم. لكن الحديث عن أنه أبناء حضرموت أو محافظة حضرموت تريد أن تنعزل، لا، هناك سبق ذلك بيانات لوجهاء محافظة المهرة، بيانات لوجهاء بعض وجهاء المهرة وبعض وجهاء سقطرى تحدثوا فيه عن رغبتهم في تكوين إقليم خاص بهم. وبالتالي أنا أرى أنه لا نستبق ولا نفرض على المحافظات اليمنية أنها تنطوي تحت أقاليم غصب عنها حتى لا ندخل في إطار. إذن الصيغة أستاذ أبو بكر، إذن من خلال كلامك، إذن الصيغة التي تراها أنت ربما مناسبة، إذا ما تحدثنا على الصيغة التي تحدث عنها، ربما كل محافظة ستطالب بإقليم ونقسم المقسم. والله أنا في تقديري الشخصي عند الآن يعني هناك مقومات لهذا الحديث، يعني عندما تأتي محافظة، يعني بدون ذكر محافظات حتى لا يزعل مننا أحد، عندما تأتي محافظة هي تدرك أنها لا تستطيع أن تكون مقومات إقليم متكامل، لا على المستوى السيادة ولا على المستوى الأمني ولا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى، تقول أنها عايزة تطلع في إطار إقليم، يعني غير منطقي. لكن في طبيعة الحال أنا أتكلم على النموذج الحضرمي، أنا ليس لي علاقة بالأفكار الأخرى أو النماذج الأخرى على مستوى اليمن، لكن أنا أتكلم على النموذج اليمني الحضرمي. النموذج الحضرمي في تقديري الشخصي يمكن أن يكون قدوة للأقاليم الأخرى. أنا والله يمكن أبناء محافظة المهرة وأبناء محافظة سقطرى عندما يروا هذا التنظيم الذي خططه المحافظة محافظة حضرموت يمكن أن يروا أنه من صالحهم أن ينضموا إليه. لكن أنا ضد عملية القصر، أننا أقصر على الجميع أنهم يدخلوا في إطار إقليم حضرموت، وبالتالي أنا لا أخذ بعين الاعتبار يمكن أن يكون أبناء المهرة لديهم استعداد أن يدخلوا ضمن إقليم حضرموت لديهم ملاحظات يمكن الأخذ بها، لكن عملية يعني أن أنا أضم الناس جورا ودون أخذ رأيهم بشكل مباشر، أعتقد هذه بحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار، يعني أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار يعني. نعم. طيب أستاذ أبو بكر، نشرك معنا في الحديث الأستاذ علي الكتير، رئيس اللجنة السياسية لمؤتمر حضرموت الجامع. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور وأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. ربما كرة الثلج يعني تكبر كل يوم، التي ربما لها ملاحظات وانتقادات على مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع، ويروا بأن هناك إقصاء للعديد من المكونات المدنية والسياسية وأيضا رؤوس الأموال في حضرموت، ما رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذا الموضوع الذي سمعنا الكثير عنه، مسألة الإقصاء، مؤتمر حضرموت لم يقصي أحد إلا من أقصى نفسه، بمعنى أن 3001 الذين شاركوا في المؤتمر هم يمثلون كل الطيف السياسي والاجتماعي والفكري في حضرموت، باستثناء بعض المكونات التي لها ملاحظات على آليات التحضير للمؤتمر، ونحن تفهمنا هذا الكلام وحاولنا معهم أن نتماهى معهم في هذا الموضوع، ولكن للأسف كانت مطالبهم تعجيزية، ومنذ البداية نحن رفضنا أن تتحول لجان التحضير للمؤتمر إلى محاصصات حزبية أو قبلية أو غير ذلك. لهذا تم العمل من خلال تشكيل لجان فنية أوصلت المؤتمر إلى هذا النجاح الكبير الذي تحقق قبل يومين. اليوم نحن في حضرموت أمام مخرجات التف حولها 90% من أبناء حضرموت، ولعل الأصداء وردود الأفعال الكثيرة التي تسمعونها توضح هذا الأمر، ومن يريد أن يتأكد فليأتي إلى حضرموت ويسأل ويستقصي، وسيجد أن الأغلبية بل السواد الأعظم من أبناء حضرموت في الداخل وفي المهجر يؤيدون هذه المخرجات. نعم. طبعا المسألة يعني لا يمكن أن يحصل إجماع كامل، ولكن الأغلبية الساحقة هذا في تقديرنا هي اليوم مؤيدة، ولم نسمع أصوات معارضة. نعم. نسمع أصوات تتكلم عن ترتيبات لعقد المؤتمر، ولكن هذه المسألة تم تجاوزها اليوم، وندعو كل أبناء حضرموت تم تجاوزها اليوم. بماذا الذين عارضوا المؤتمر ندعوهم إلى أن اليوم أمامنا هذه المخرجات، فليأتوا وليشاركوا معنا ويشتركوا في كيفية تفعيل هذه المخرجات والوصول إلى كل تطلعات أبناء حضرموت. نعم. إذن من لم يعني يتفق معكم في مخرجات هذا المؤتمر هو أمام أمر واقع، وأنتم ماضون في هذا المشروع. كما قلت هذا المشروع يمثل أغلبية الطيف في حضرموت، ولا أعتقد أن أحد يعارض، حتى هؤلاء الذين ذكرتهم
هم لهم ملاحظات على التحضير للمؤتمر وليس على المخرجات. لم نسمع إلى اليوم صوت يقول إن هذه المخرجات لا تلبي تطلعات أبناء حضرموت، بل الكل يؤيدها بما فيهم هؤلاء الذين كانوا يعارضون في الفترة الماضية. نعم، سمعنا مؤخرا أستاذ علي بأن هناك أيضا دعوات الآن أخرى لمؤتمر حضرمي جديد للكل، وعلى وجه التحديد ربما من يقود هذه الدعوة منهم في الخارج، خارج حضرموت. لا أعتقد أن هناك دعوة، ولم نسمع بمثل هذا الكلام، ولا أعتقد أن هناك من يرتضي لنفسه من أبناء حضرموت أن يثير مثل هذه الإرباكات أو يحدث انقسام بالفعل في حضرموت. المؤتمر كما قلت مثل غالبية الطيف، ومن لم يحضر ولم يشارك هؤلاء مثل ما أكدت أنهم هم أقصوا نفسهم ولم يقصيهم أحد، وبالتالي فالمجال أمامهم إذا يستطيعون يعقدوا مؤتمر بهذا الزخم وبهذه المواصفات ويخرجوا بمخرجات كهذه فليفعلوا. نعم، طيب سيد علي ابقى معي، وأيضا الأستاذ أبو بكر باذيب، سنذهب الآن لمتابعة بعض التصريحات عن مؤتمر حضرموت الجامع ومن ثم نكمل النقاش. عملت لجان تواصل في مختلف مديريات المحافظة، تواصلت مع كل الشخصيات، مع كل الاتجاهات، مع كل المكونات، حتى وصلت إلى تشكيل لجنة تحضيرية انبثقت عنها لجان للرؤى والصياغة ولجان أخرى مساعدة. هذه اللجان عملت طيلة 5 أشهر دون كلل أو ملل حتى استطاعت أن تلم بكل أطراف مطالب حضرموت وما ينبغي أن ترتكز عليه حضرموت في مستقبلها وحاضرها، نحو بناء مجتمع مدني حديث يتسم بالنظام بحيث يتم تجريم أي من المخالفات التي ترتكب من أبناء حضرموت ويتم نبذهم من قبل الأعراف سواء التقاليد والأعراف القبلية، ويكون النظام والقانون هو السائد، هو الحكم بين أبناء حضرموت جميعا بمساواة دون أي تمييز. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا مجددا وتابعنا هذه ربما بعض التصريحات من مؤتمر حضرموت الجامع، وأعود إلى الأستاذ أبو بكر باذيب عبر السكايب من القاهرة. أستاذ أبو بكر، إذا الأستاذ علي الكثير يقول بأن مؤتمر حضرموت ومخرجات هذا المؤتمر هي ماضية، وربما هناك أصوات قليلة لن تؤثر على هكذا مؤتمر حضره أكثر من يعني غالبية أبناء محافظة حضرموت، ما رأيك أنت؟ يعني أنا يعني أكمل ما بدأ الأستاذ علي الكثيري، تمام، هو يتكلم عنه يعني لا يوجد يعني 90% من المكونات تم الاتفاق عليها، وأنا في تقديري الشخصي أن القائمين على مؤتمر حضرموت الجامع لديهم الاستعداد الكامل لاستيعاب الملاحظات واستيعاب الأطراف التي لديها ملاحظات واستيعاب الأطراف والقوى التي لديها أي اعتراضات فنية أو لها علاقة بالتفاصيل الصغيرة التي يمكن الأخذ بها والنظر فيها بشكل أو بآخر حتى تخدم القضية بشكل عام. لكن أنت إذا عدت إلى المعطيات الرئيسية، النقاط الرئيسية، المخرجات الرئيسية، التوصيات الرئيسية، أنا في تقديري الشخصي لا يوجد محب لحضرموت إلا وهو يتفق معه، بل بالعكس أنا أعتقد أنه كثير من الطموحين لم يكونوا يفكروا أنه يمكن أن يخرج مؤتمر حضرموت الجامع بهذا الإجماع أولاً، ثانيا بهذه النقاط الرئيسية الطموحة. نعم. والتي تقدمت خطوات إلى الأمام. أنا أريد بس أذكر أخي بشير، أريد بس أن أشير إلى نقطة لها علاقة بالحضارة المهجر. نعم. في تقديري الشخصي أنه كثير من حضارة المهجر من رجال الأعمال والتجار في الجزيرة العربية وفي المملكة العربية السعودية وفي مختلف الدول في شرق آسيا وفي أفريقيا وفي مختلف دول العالم على مدى السنوات الماضية أبدوا استعداد متكامل في دعم عجلة العلم والتعليم في حضرموت، في دعم عجلة التنمية والاقتصاد في حضرموت. فبتقدير الشخصي فإذا ما رأوا هذا الإجماع الكبير الاجتماعي والقبلي الموجود في حضرموت، إن اختلفوا في تفاصيل صغيرة ولكن هم في نفسهم يباركون مثل هذه الأمور. وفي تقدير الشخصي كان لدينا زيارة هنا للشيخ عبدالله بوكشار منذ حوالي 3 أسابيع، كان في القاهرة وتحدث على ملاحظات شكلية، يعني في كلام عام وشكلي، لكن في النهاية أي شيء يجمع، أي مظلة تجمع أبناء حضرموت تحت توصيات ومخرجات رئيسية، أنا في تقديري الشخصي. نعم. هذا جهد مهم جدا، وهذا الجهد المحافظ اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك قام به بشكل ذكي وبشكل حصيف، لم يقصي أحد متعمدا إلا من أقصى نفسه كما ذكر الأخ الكثيري. نعم. لم يتجاوز أي اعتبارات على المستوى القبلي وعلى المستوى الاجتماعي، وبالتالي راعى كل الناس. تتحدث على 5-4 شهور من الإعداد
كل الحضارم الموجودين في الداخل وفي الخارج في المحافظات اليمنية في الجزيرة العربية، كل الناس تم التواصل معهم، طيب تم طيب استقبال عشرات الرؤى حتى طيب يستطيعوا انهم يخرجوا بالرؤية التي نعم خرجوا بها. استاذ ابو بكر، اذا هذا وجهة نظرك، وربما ايضا الاستاذ علي الكثيري يوافقك ربما 90% او اكثر من هذه النسبة وبنفس التوجه، لكن في وجهة نظر اخرى. يشارك معنا الان الشيخ طارق بن محفوظ رجل اعمال. مساء الخير شيخ طارق. مرحبا. مرحبا بك، ما رايك بما سمعت وما طرحه الاستاذ ابو بكر باذيب وايضا الاستاذ علي الكثيري؟ ايوه لان لحظه يا اختي، في تساؤلات كثيره للاستاذ علي الكثيري. شيخ طارق، نعم شيخ طارق، معك بشير الحارثي، نعم، حتى يتم مناقشته وطرح بعض التساؤلات. نعم نعم تفضل شيخ طارق، معك اسمعك. نعم، إذن ربما هناك مشكلة في الصوت مع الشيخ طارق بن محفوظ، سنعود بالاتصال. أعود للأستاذ علي الكثيري من حضرموت. أستاذ علي الكثيري، ألا تعتقد بأن تمترس أبناء حضرموت وراء النقاط التي خلص إليها مؤتمر حضرموت الجامع ربما يقف عائق بصورة أو بأخرى من عدم يعني أن يرى النور هذا المؤتمر ويحقق ما يطمح إليه أبناء محافظة حضرموت؟ طبعا أبناء حضرموت قالوا كلمتهم ومستعدين أن يلتحموا من أجل تنفيذ هذه المخرجات. نعم. لديهم القدرة ولديهم الشجاعة على أن ينفذوا إرادتهم من خلال العمل مع الإخوة في قيادة التحالف العربي ومع الأخ عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي، وأيضا من خلال العمل مع الإخواننا الآخرين الذين يشاطروننا هذه الحقوق. طبعا ما انبثق عنه المؤتمر هو في الأساس ينهي عقود طويلة من الزمن كانت حضرموت فيها مستباحة، كانت منهوبة، كانت مستلبة، ولهذا فإننا اليوم أمام تحدي كبير جدا. كما قلت ليست المخرجات هي الأهم، ولكن الأهم هو كيف نتكاتف نحن أبناء حضرموت من أجل انتزاع هذه الحقوق من خلال تنفيذ هذه المخرجات. الجميع سواء في الداخل أو في الخارج أثنوا على ما خرج به المؤتمر، وبل أبدوا استعدادهم إلى أن يكونوا جزء من العمل باتجاه تنفيذ هذه المخرجات. وأعتقد أن هذا الزخم وهذا الحماس الذي أبداه الكثير من أبناء حضرموت في كل مكان، أعتقد أنه مؤشر قوي على أن الناس قد تجاوزوا السلبية وأنهم مستعدون لبذل كل ما يستطيعون من أجل أن انتزاع هذه الحقوق. نعم، طيب أستاذ علي، أعود إذن للشيخ طارق بن محفوظ رجل أعمال معنا من جدة. شيخ طارق، إذن الكلمة لك. الأستاذ علي الكثيري والأستاذ أبو بكر باذيب يقولون بأن معظم أبناء حضرموت اتفقوا على هذا المؤتمر وعلى مخرجاته، وهم يعني يدعمون هذا التوجه بقوة، سواء اللي متواجدين في الخارج أو المتواجدين في حضرموت. ما رأيك أنت؟ ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب عبر السكايب بالأستاذ أبو بكر باديب. نعم. وبالأستاذ علي الكثيري رئيس اللجنة السياسية لمؤتمر حضرموت الجامع. مرحبا. مؤتمر حضرموت الجامع مؤتمر يترقبه الحضارم بشغف في الداخل والخارج، وهو مطلب كل حضرمي. حضرموت اليوم غير حضرموت الغد. نحن ضد التهميش والتبعية. حضرموت كيان ومكون، ولكن حضرموت لن تكون حضرموت تابعة لأي شيء. حضرموت هي القادرة وهي القدوة، وهي قادرة حاليا على قيادة المنطقة برمتها. نعم. توجد بحضرموت كافة مقومات بناء الدولة. لا الأستاذ علي الكثيري قبل قليل، نحن بخصوص المؤتمر نحن تفاعلنا مع المؤتمر. نعم. نحن كلجان مهجر وعملنا ليل نهار من أجل النجاح وأنجاح المؤتمر، ونحن مع المؤتمر قلبا وقاربا بالحال وبالمال. ولكن للأسف يوجد هنالك في بداية أعمال اللجان التحضيرية يوجد شيء من ليس من الإقصاء أو التهميش، ولكن شيء من عدم احتواء الجميع. اللجنة من الجميع الذي تقصد شيخ طارق؟ من الجميع الذي تقصد؟ يوجد مكونات كثيرة همشت. يوجد هنالك لجنة لتصحيح المسار، كنا نتواصل معها ليل نهار ويتواصلون مع اللجان التحضيرية، وكان في خلاف واختلاف، ولكن الحمد لله والشكر لله. هناك ملاحظات بسيطة على ما ورد في البيان وكلمة المحافظ. نعم. البيان الختامي الذي صدر من جلسة المؤتمر الاحتفالية
التي عقدت المكلة يوم السبت 22 من إبريل. نعم. وكان لا يمثل طموحنا إلا أن فيه استجابة للحد الأدنى من مطالب أبناء حضرموت. نعم. هو حقهم في إقليم كامل الصلاحية دون أن يحدد هوية الدولة القادمة، وهذا شيء إيجابي في مقابل الأصوات التي ترفض مفهوم الإقليم. أنت تعلم هنالك أصوات كثيرة ترفض مفهوم الإقليم، وما عاب البيان موقفه السلبي من مخرجات الحوار الوطني وعدم دعوة محافظات الجوار كشبوة والمهرة للانضمام للإقليم، وإن كان ذلك مرجعه إلى أبناء شبوة والمهرة أنفسهم. هناك بعض التساؤلات التي إن تسمح لي أن أوجهها للأستاذ القدير علي بن عبد الله الكثيري. نعم تفضل. كمثال، لماذا لم يتم حتى الآن نشر أسماء أعضاء الهيئة التحضيرية العليا الذين حضروا جلسات المؤتمر؟ جميل، نوجه هذا السؤال لأستاذ طارق. شيخ طارق، نعم. نوجه هذا السؤال ونرى وجهة نظر الأستاذ علي الكثيري. أستاذ علي الكثيري، ألا يفترض أستاذي الكريم، ألا يفترض انتهاء أعمال جميع اللجان التحضيرية بعد عقد الجلسة الأخيرة للمؤتمر؟ لماذا لم يتم انتخاب المرجعية من خلال المندوبين في جلسة المؤتمر بطريقة الترشيح والتصويت؟ كذلك لماذا لم يتم انتخاب رئاسة المؤتمر ولجنته الرئيسية من القاعة؟ نعم. القاعة. طيب شيخ طارق، نسمع الرد من الأستاذ علي الكثيري. أستاذ علي الكثيري، كيف ترد على التساؤلات التي طرحها الشيخ طارق بن محفوظ؟ تفضل. طبعا تحياتي للشيخ طارق و الأستاذ أبو بكر باديب. نعم. طبعا بالنسبة لي المؤتمر ومخرجاته، أولا تحدث الشيخ طارق عن أن المؤتمر لم يتحدث عن مخرجات الحوار. نعم. وأيضا عن موضوع الإقليم مع شبوة والمهرة. نعم. في الجزئية الأولى بالنسبة لمؤتمر الحوار، مؤتمر حوار صنعاء، هذا المؤتمر لم تشارك حضرموت إطلاقا فيه. شارك من أبناء حضرموت انتدبتهم أحزابهم للمشاركة ولم تفوضهم حضرموت. الجانب الثاني أن حضرموت لو أن موضوع المخرجات هذا أستاذ علي، حتى نقف على جزئية، يعني من حضروا من أبناء محافظة حضرموت في مؤتمر الحوار الوطني لا يمثلونكم، إذن مخرجات هذا المؤتمر وتوجه الحكومة الشرعية لا تمثلكم. لا نتكلم عن الحكومة الشرعية، اسمح لي. هي الحكومة الشرعية أتت من خلال هذا المؤتمر وهي تعمل ساعية في هذه اللحظة حول هذه المخرجات. أنا بوضح لك حقائق. نعم. أولا أبناء حضرموت لم يستشاروا في مخرجات الحوار صنعاء، هذا أولا. شاركوا في هناك العديد من أبناء محافظة حضرموت، نخب سياسية وتجار وأعضاء مجلس نواب وغيرهم. أحزابهم انتدبتهم ولم تفوضهم حضرموت. الجانب الثاني انه لو سلمنا بهذه المخرجات فما الداعي لعقد مؤتمر حضرموت الجامع؟ نعمل مهرجان مباركه لمخرجات حوار صنعاء. هذا البعض وصف نعم الاستاذ عبد المجيد وحدين وهو رئيس تيار التصحيح لمؤتمر حضرموت وصف المؤتمر بانه عباره عن مهرجان كما تحدثت انت. هذا كلام نحن لا 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 لا, 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 لا نناقشه. مساله انه المؤتمر تحول إلى مهرجان أو غير ذلك. نعم. المؤتمر موجود، المندوبين موجودين، والوثائق موجودة، ومن أراد أن يطلع فلياتي. إذن بعيدا يعني عن هذا الجدل نعم طيب بعيدا عن هذا الجدل. نعم. تساؤل الشيخ طارق بن محفوظ، لماذا لم يتم الإعلان عن أسماء من يعني في المؤتمر، وأيضا لماذا لم يرشحوا وينتخبوا من قبل من حضروا في هذا المؤتمر؟ لماذا يعني ربما بصورة أو بأخرى تم تعيينهم من قبل جهة ما يعني؟ اولا الهيئه العليا اعلنت اسماءها واجتمعت قبل المؤتمر في هذا الاساس. الهيئه العليا التحضيريه التي حضرت. نعم. والتي اعدت راجعه الوثائق وجاءت من كل مكان بما فيها من المهجر اشخاص شاركوا، وايضا من كل المكونات والاطياف السياسيه والاجتماعيه والفكريه شاركوا، واصاغ الوثائق بصيغتها النهائيه وقدمت الى المؤتمر. و الأعضاء الهيئة أعلنت أسمائهم، المندوبون أعلن أسمائهم، وأيضا بالنسبة لموضوع تشكيل القيادة المخرج هذا، اللائحة واضحة أنه هناك هيئة عليا من 161 ستجتمع خلال الأيام القليلة القادمة، هذه فوضها المؤتمر بموجب النظام الأساسي لاختيار قيادة لها، رئيس ونائبين وأمين عام و عدد من الدوائر وعدد كبير من نعم. أعضاء مجلس الرئاسة للهيئة. نعم. هؤلاء هم سيكونوا قيادة
مساءلة أمام الهيئة العليا، والهيئة العليا تساءل أمام الجمعية العمومية وهم مندوبين المؤتمر. نعم طيب أستاذ علي، الموضوع قد لا يكون الشيخ طارق مطلع عليه. من حضر المؤتمر ناقشوا النظام الأساسي ووافقوا عليه وصوتوا عليه وهو موثق. نعم. وموجود بالصوت والصورة. نعم طيب أستاذ أبو بكر باذيب، المحافظ ربما في البيان الختامي كان كلام واضح بأن هذا المؤتمر والمطالبة اللي أتت يعني لهذا المؤتمر هي وفقا لمخرجات الحوار الوطني، أنت ما رأيك؟ أم لك وجهة نظر كما يتحدث الأستاذ علي الكثيري؟ نعم نعم، أنا بس عندي نقطة بس يعني عامة، لو تلاحظ الحديث الذي يدور تمام، الإشكال هو تتحدث على تفاصيل فنية. نعم يعني معظم التوصيات والمخرجات الرئيسية التي خرجت، أنا كما قلت هناك من يشوف أنها يعني في الحد المقبول أو الحد الأدنى، وهناك من يراها أنها كانت طموحة، فالخلاف في التفاصيل الفنية التي يمكن تجاوزها. تمام، ما يتعلق بالحديث لابد ان نعرف انه 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 انه, إنه المشهد السياسي اليمني مشهد تشوبه الفوضى ومختلط في كثير من الاشياء، فطبيعي انه اي طرف سياسي يرى انه انا بطبيعه الحال يعني ما فيش اي محافظه يمنيه مثلت نفسها في مؤتمر مخرجات الحوار الذي عقد في العاصمه صنعاء على مدى 10 شهور، وبالتالي طبيعي ان حضرموت لا تمثل كمحافظه وانما تمثل في اطار احزاب، والأحزاب التي قدمت رؤى تمام والتي تم الاتفاق عليها وخرج من مخرجات الحوار الوطني. لكن السؤال الآن يضيع نفسه، على اعتبار أن المرجعيات الأساسية للحل السياسي في اليمن التي تتحدث عليها دائما هي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216، إلا أن هناك حالة من ضرورة أن كل إقليم، كل محافظة، كل يعني كيان اجتماعي يستطيع أن ينظم نفسه، يستطيع أن يؤمن نفسه. أنا في تقديري الشخصي لابد أن يخطو خطوات إلى الأمام، لأنه إذا لن نستطيع أن ننتظر صعدة أو صنعاء إلى أن تستقر، أو ننتظر تعز إلى أن تحرر، أو ننتظر نعم عدن إلى أن نعم نعم، هي خطوة إيجابية. نعم أبو بكر، أيوة هي خطوة إيجابية، لكن الأهم أبو بكر، لماذا لم يتم دعوة من حددوا بهذا الإقليم؟ ربما سيكون يعني المنطق لديكم أقوى لاستجابة كبيرة من الحكومة الشرعية لهذا الإقليم، بمعنى آخر حضور المهرة وحضور شبوة وحضور سقطرة في هذا المؤتمر لو كانت تمت ربما سيكون الحجة لديكم أقوى وأكبر. كلام سليم، لكن في تقديري الشخصي أنا بحاجة إلى أن أنظم البيت الحضري الداخلي وأتقدم بخطوة إلى الأمام وأوصل رسالة سلام ورسالة إيجابية للمحيط في الإقليم الخاص بحضرموت، وبالتالي قد يكون لدى الإخوة في قيادة المؤتمر الجامع نوع من التصور في التواصل مع أبناء المحافظة، أعطوا إشارات إيجابية كثيرة عبر البيانات وعبر التصريحات المختلفة لقيادة المؤتمر، وبالتالي في حال رغب أبناء المحافظات الأخرى أنهم رأوا إيجابية مثل هذه التصريحات مثل هذه التوجهات، وبالتالي في تقديري الشخصي ممكن كخطوة لاحقة يجتمع مجموعة من الوجهاء، مجموعة من القيادات الاجتماعية والسياسية في حضرموت والمحافظات التي شملها إقليم حضرموت، وبالتالي ممكن تكون خطوة. لكن في تقديري الشخصي إذا ما سعى أبناء حضرموت ومحافظة حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع في جذب الأعيان أو القيادات الموجودة في سقطرة والمهرة، أنا في تقديري الشخصي كان يمكن أن يفشل المؤتمر أو لا يتم فيه اتفاق. فالخطوة الأولى لأبناء حضرموت أنهم قطعوا هذا الشوط الطموح في التوصيات والمخرجات. أنا في تقديري الشخصي الكلام اللي تحدث عليه الأستاذ علي الكثيري هو النقطة الأهم في تقديري الشخصي. نعم لابد من وجود يعني تنفيذ مخرجات الحوار الخاصة لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع، لابد من وجود آليات استراتيجية وتكتيكية مهمة جدا للتواصل مع قوات التحالف. تمام، ولابد أن يعي الإخوة في رئاسة قوات التحالف أو يدركوا أنه مؤتمر حضرموت الجامع هو يصب في مصلحة الاستراتيجية العامة لقوات التحالف على مستوى العسكري وعلى مستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي. استقرار حضرموت هو رسالة متكاملة للإقليم ورسالة لليمن بطبيعة الحال، وبالتالي الآليات الاستراتيجية والتكتيكية المستقبلية هي الأهم. كيف سيتم تنفيذ مخرجات حضرموت الجامع؟ ما هي الآليات؟ الاجتماعات الهيئة العليا التي سيتم اجتماعها خلال أيام المكونة من رئيس ونائبين وأمانة عامة، هذه مهمة عليها مسؤولية كبيرة. المندوبين اللي تم اختيارهم وانتخابهم هذه عليها مسؤولية كبيرة. فبالتالي الفترة القادمة هي الفترة الأهم، هي فترة الرسائل، هي محتاجة تحرك. نعم. طيب. عبر اتجاهات مختلفة في الداخل. طيب. وفي الخارج. طيب أستاذ أبو بكر، الشيخ طارق بن أحمد، الشيخ طارق أنت أيضا وجهة نظرك هل هي كما تحدث الأستاذ أبو بكر وأيضا الأستاذ علي بأنها تقتصر على أبناء حضرموت وإصلاح البيت الداخلي، أم ترى بأن
كان من يعني من المهم حضور شبوة وسقطرة والمهرة في هذا المؤتمر من أجل أن يكون الموقف أقوى. ووجهة نظرهم تحترم. نعم. ولكن من المهم ومن الأفضل كان احتواء الجميع. أنت تعلم كذلك هنالك إعلان موقف من المرجعيات الثلاث لحل الأزمة في اليمن، المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. فعلى ماذا يرتكز إذا مؤتمر حضرموت الجامع إن لم يرتكز على هذه المرجعيات الثلاث؟ على ماذا يرتكز المؤتمر؟ جميعنا مع المؤتمر وجميعنا مع نجاح المؤتمر وجميعنا كذلك مع أن تنظم وترتب حضرموت بيتها الداخلي. نعم. ولكن سؤالي كذلك للأستاذ علي الكثيري، على ماذا يرتكز مؤتمر حضرموت الجامع؟ هل يرتكز على المبادرة الخليجية، مؤتمر الحوار، قرار مجلس الأمن الدولي، أم 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 هنا نعم. أم أن هنالك طريق نعم. آخر؟ نعم. شيخ طارق تساؤل جميل. نحن أخي الفاضل نعيش ضمن منظومة كاملة متكاملة في اليمن. نعم. شيخ طارق، إذا أوجه تساؤلك للأستاذ علي الكثيري. أستاذ علي الكثيري، إذا سؤال منطقي، إلى ما تستندون أنتم في مؤتمر حضرموت الجامع؟ هل للمبادرة الخليجية؟ هل لمخرجات الحوار الوطني؟ هل لقرار مجلس الأمن الدولي؟ ما هي المرجعية التي انطلقتم منها؟ أولا، نحن كما قلت مؤتمر حضرموت الجامع جاء ليقول ما الذي يريده أبناء حضرموت. واسمح لي أولا في موضوع الإخواننا في شبوة وسقطرة والمهرة أن نتكلم في هذا الموضوع. نحن عندما قلنا أن إقليم حضرموت في إطار جغرافية حضرموت الحالية ليس استعلاء وليس رفضا لإخواننا، وهم جيراننا وأهلنا ونحن وهم منتمجون ومتداخلون. نعم. نحن قلنا هذا لأننا لا نقبل على أنفسنا أن نكرر شأنا من شؤون إخواننا في شبوة أو في المهرة أو في سقطرة نيابة عنهم. نحن قلنا ما الذي نريده نحن كحضرموت، وننتظر من إخواننا في هذه المحافظات أيضا أن وغيرها من المحافظات سواء أبي اللحظة. أستاذ علي، حتى لا يتشعب الموضوع، السؤال واضح، المرجعيات التي انطلقتم منها في هذا المؤتمر ما هي المرجعيات؟ أنا بوضح، لأن هناك من يلعب أننا مستعنين نحن في حضرموت على إخواننا، لا، نحن نريدهم أن يقولوا ما الذي يريدهم. هذا جانب. الجانب الثاني، على ماذا استندنا على الذي يريده ابن حضرموت. أنا قلت نحن لسنا ضد التحالف العربي، نحن جزء من الشرعية. شبابنا قاتلوا مع التحالف وقاتلوا تحت في إطار هذه الحرب التي تخوضها حتى لو لم يعترف بكم أحد. أستاذ علي، إذن حتى لو لم يعترف بكم أحد، ما دامها المؤتمر يتجاوز يعني المرجعيات الثلاثة، المبادرة الخليجية والحوار الوطني ومجلس الأمن، ينبغي أن نعرف أن ما هو اليوم على الأرض غير ما كان قائما عام 2013 أو 2014. حتى لو لم يعترف بكم أحد لا لا لا، القضية ليست بهذه. إذن لماذا لا يكون المنطلق من هذه المرجعيات حتى تكون خطواتكم صحيحة وترى النور؟ نحن والتحالف العربي على تواصل. نعم. حضرموت بالنسبة لهم عمق استراتيجي. طيب. وبالتالي فإننا نتمنى بل نسعى معهم إلى أن نعمل على تلبية مطالب ابناء حضرموت في هذا. نعم. طيب استاذ علي، نرى نعم استاذ علي، مؤتمر الحوار نحن كما قلت لم نشارك، وبالتالي حتى لو سلمنا بمقال نكمل النقاش. استاذ علي نعم، نكمل النقاش. لا توضيح. نعم، كلمتين فقط. نعم. انه لو سلمنا بمخرجات مؤتمر الحوار زي ما قال الشيخ طارق، فما الداعي لعقد المؤتمر؟ نعم، ما كان في داعي ان احنا التحالف العربي قام والشرعية الآن تقاتل بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي الشرعي للبلاد والحكومة الشرعية من أجل مخريات الحوار الوطني والمرجعيات الثلاثة، المبادرة الخليجية. ولو لم تكن المبادرة الخليجية وهذه المرجعيات لما قام التحالف العربي من 10 دول من أجل أن ينفذ هذه المخريات. أستاذ علي، تكرم بالبقاء معي، نرى بعض المآخذ في هذه المادة المعلوماتية الذي عدها الزميل وديع عطاء، ومن ثم نكمل النقاش.
حياكم الله من جديد. إذا مشاهدي الكرام تابعنا هذه ربما الملاحظات والمآخذ على مؤتمر حضرموت الجميع، وربما قد ناقشنا الكثير منها، لكن أيضا هناك نقطة في غاية الأهمية أتوجه بها للأستاذ أبو بكر باذيب. أستاذ أبو بكر، من ضمن المآخذ بأن بعض المعارضين أو الذين ترأسوا تيار تصحيحي لهذا المؤتمر يقولون بأنها هذا المؤتمر ينفذ أجندة سياسية خاصة بجهة ما داعمة لهذا المؤتمر، وليس كل أبناء حضرموت يدعمون هذا التوجه وهذه المخرجات. والله شوف يا أخي بشير، حتى نخرج من إطار يعني نظرية المؤامرة التي أغرقت اليمن في الفوضى. نعم. أنا أقول لك المؤتمر حضرموت الجامع قائم، ما هي مرجعيته؟ اليمن الآن يعيش في حالة من الأمر الواقع، تمام؟ الحكومة الشرعية والعالم كله يتفاوض مع عصابة أسقطت العاصمة صنعاء، تمام؟ ولديه استعداد أن يعيد النظر في إطار المرجعيات المختلفة اللي العالم كله يتكلم عليها. بهذه الصورة أستاذ أبو بكر، معذرة على المقاطعة، بهذه الجزئية أبو بكر حتى بعطيك الوقت، بس في هذه الجزئية ألا ترى بأن ربما توجه حضرموت بهذه الخطوة وإقدامها بصورة منفردة هي صورة بشكل أو بآخر لما جسده الإنقلابيون مثلا في صنعاء؟ حتى ولو كان هناك بعض يعني الشكل العام في إطار الشرعية. لا لا لا، أنا لم أقول كذا ولم أدخل، أنا أدي لك مثال متطرف. نعم. ومثال مدني متحضر. نعم. أدي لك مثال متطرف، تمام، للحوثيين. المثال المتحضر لا بد أن يكون من منطلق المرجعيات التي يتفق عليها الجميع. وبالتالي في وقت الجد، وقت عندما تجلس الأطراف كلها على طاولة الحوار، ستكون حضرموت منظمة. ستكون حضرموت اليوم غير حضرموت 67، حضرموت اليوم غير حضرموت 94، ستكون حضرموت تعلم ماذا تريد. نعم. وتعلم كيف ستحصل على حقوقها. إذن هذا المؤتمر هو توحيد للبيت الحضرمي، حتى إذا كان هناك أي مفاوضات سياسية يكون رأي موحد ومطالب موحدة. وبالتالي مستقبلا كثير من أطراف المحافظات المختلفة لديها وجهة نظر. إذن الحديث عن إقليم خاص بجغرافيا حضرموت فقط ربما يعني ليس في الوقت الراهن، ولكن ربما مستقبلا. حاليا ربما من هذا المؤتمر أفهم من كلامك بأن هذا المؤتمر هو عبارة عن خروج برؤية موحدة للتفاوض في أي تفاوض سياسي مقبل. مش حكاية تفاوض فقط. نعم. حكاية أنك تستطيع أنه يكون هناك موقف حضرمي واحد، يكون هناك رأي حضرمي واحد، استراتيجية حضرمية واحدة، تمام، تدرك الجميع، لا شمال الشمال ولا جنوب الجنوب، تمام، يستطيعوا أنهم يعبثوا أو يتحكموا أو يستمروا في السيطرة على القرار الحضرمي أو التوجه الحضرمي أو هذا القبيل. وبالتالي إطار منظومة الدولة الاتحادية اليمنية اللي الإقليم يدركها ولا المجتمع الدولي يدركها، حضرموت في تقديري الشخصي ما عندها مشكلة فيه، ولكن تمام، نعم، وفق المصالح العليا لأبناء حضرموت. نعم. الذي طيب، بهذا المؤتمر ومثل هذه المؤتمرات ومثل هذه الرؤى والاستراتيجيات سيكون متفق. نعم. غدا، تمام، ايا كانت الرؤى، تمام، يكون ابناء حضرموت مدركين ماذا يريدوا، لا يتحكم. نعم. في راي الحضرمي لا. نعم. شمال الشمال ولا جنوب الجنوب. نعم. طيب استاذ علي الكثيري، ايضا عوده اخيره لك لانه ربما وقت البرنامج انتهى، وايضا ساعود بالتاكيد للشيخ بن محفوظ. الشيخ او الاستاذ علي الكثيري، اذا انتم افهم من كلامك انكم ماضون في هذا المؤتمر حتى لو لم يعترف بكم أحد، أم ماذا نتوقع أو ما هي خطوتكم المقبلة أو التالية بعد هذا المؤتمر؟ طبعا المؤتمر مثل ما تحدثت يعبر عن إرادة أبناء حضرموت الذين اجتمعوا في هذا الظرف وفي هذه اللحظة ليقولوا كلمتهم وليحددوا خارطة الطريق لإعادة ترتيب البيت الداخلي في حضرموت. نحن على كامل اليقين والثقة بأن إخواننا في دول التحالف العربي وأيضا في الشرعية برئاسة الرئيس عبد الرب منصور هادي ينصتون لهذا الصوت الحضرمي الذي آن الأوان له أن يقول ما الذي يريد. لذا لا يمكن أننا بحسب توصيفك أن هذه المسألة أنه الناس لن يعترفوا. نعم. هذه المسألة أعتقد أنها مسألة غير ممكنة إطلاقا، لأن إرادة الناس هي التي ينبغي الإنصات لها وليس ما يفرض علينا. للأسف الفترة الماضية على مدار 50 سنة كانت كل شيء منذ 67 فرض علينا شيء، اليوم في 90 فرض علينا دون استشارتنا شيء، اليوم
نحن نقول ما الذي نريد بحرية كاملة. من حقكم نعم أستاذ علي، من حقكم ومن حق أبناء حضرموت ومن حق كل يمني في مختلف محافظات اليمن أن يطالبون بما يريدون، ولكن هناك سقف وهو مؤتمر الحوار الوطني، المبادرة الخليجية، قرار مجلس الأمن، حتى ترى هذه المشاريع وهذه المطالب النور، ولا نكرس ونعيد نفس المشاكل التي ربما نعاني منها الآن كما ذكرت 50 عام من الإقصاء، 50 عام من المركزية، أليس كذلك؟ لا أعتقد، نحن لو مثل ما كررت عليك أن لو سلمنا بمخرجات الحوار اليمني لتطلب الأمر فقط مهرجان نعلن تأييدنا لمخرجات الحوار. نعم. لكن لأن حضرموت لم ينصت لها مطلقا سواء قبل أو بعد الحوار اليمني، لهذا جاءت ضرورة عقد المؤتمر لنقول ما نعم. الذي نريده هذا نعم. أساسا. طيب أشكرك أستاذ علي. نعم. لا نرفض إخواننا في البهرة وشبوة وسقطرة وهم على العين والرأس لكن لا نقبل أن نكون أوصياء عليهم ونقول لهم. نعم طيب وضحت فكرتك أستاذ علي. نعم وضحت هذه الفكرة وتحدثت عنها كثيرا. عودة أخيرة للشيخ طارق بن محفوظ. شيخ طارق، إذا ربما وجهة نظر علي الكثير هي واضحة بأنهم ماضون في هذا المشروع سواء اعترفوا بهم أم لا، ولكن هناك تواصل مثل ما يتحدث مع التحالف العربي. وجهة نظرك أنت وأنت من أبناء حضرموت، تفضل. أولا أستاذي الكريم، نظرية المؤامرة أنا أستبعدها في المؤتمر علما أن المؤامرة توجد في كل زمان ومكان، ولكن حضرموت اليوم غير حضرموت العكس. حضرموت ترفض التبعية والتهميش، ولكن لن تجدف أمام التيار، لن نجعل حضرموت تخطو خطوة أخرى إلى الأمام، خطوة خاطئة. نعم خطوتكم القادمة قبل قليل. نعم شيخ قبل قليل الأستاذ علي الكثيري بأن المرتكزات هذه شيخ طارق نعم في أقل من دقيقة. خطوتكم القادمة، هناك أنباء تتحدث بأنكم ستعلنون عن لقاء موسع أو مؤتمر جامع لأبناء حضرموت، ما صحة هذه المعلومة؟ لا نرفض ذلك. نحن مع هذا المؤتمر ومع نجاحه وكلنا قلبا وقالبا الحضارم في الداخل والخارج مع نجاح هذا المؤتمر، علما بأن هنالك بعض الأخطاء التي ارتكبت من غير قصد، ولكن نحن أمام العالم، نحن يد واحدة، الحضارم يد واحدة، اللجان التي عملت في المؤتمر لجان حضرمية، رجال نعم. أكفاء من خيرة أبناء حضرموت نعم. معهم شكرا يعني، ولكن ولكن بعض الأخطاء نعم. البسيطة نعم. وإن كان هنالك منطلقكم أنتم بسيطة. شيخ طارق أختم بهذه المعلومة، منطلقكم أنتم هي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن، أليس كذلك؟ نعم، ولكن إذا حضرموت قالوا غير ذلك نحن معهم. شكرا شكرا جزيلا لك. أنا كحضرمي أتمنى. الشيخ طارق بن محفوظ رجل أعمال حضرمي، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا. الشكر أيضا للأستاذ أبو بكر باذيب رئيس منتدى حضرموت في مصر، والشكر أيضا للأستاذ علي الكثير رئيس اللجنة السياسية لمؤتمر حضرموت الجامع. تقبلوا في ختام هذه الحلقة معد تحية ومعد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وأيضا منتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام لحسن المتابعة حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم ورحمة الله.